With the support that we have received, both from the government of Algeria and our co-organizers, محاربة التطرف العنيف هو التحدي الذي يعنينا بصفة فردية وجماعية، والتكفل الجيد به يستلزم تجند الدولة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني وخاصة المواطن. نحن مجتمعون للحديث عن طرق ووسائل الاستثمار في الأمن والوقاية من التطرف العنيف في الصحراء والساحل، والهدف الأساسي من لقاء الجزائر هو تشخيص التحركات والسياسات التي تؤمن المجتمعات والجماعات المختلفة من هذا التطرف العنيف. Thank you.